إذن مشاهدينا الكرام، للحديث عن هذا الموضوع راح ينضم معنا مباشرة وعبر الاتصال الهاتفي الأستاذ حسنين علي، مدرب مهارات التفكير والتواصل. بداية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ، وأسعد الله صباحكم بالخير والعافية. اليوم احنا إن شاء الله محور حديثنا عن الترف العصري حقيقة، اللي اليوم للأسف الشديد يعني مثل ما نقول يزعزع الكيان الاقتصادي للأسرة. بداية أستاذ حسنين، متى نطلق على بعض من المصروفات على إنها ترف عصري؟ تفضلوا. بداية صباح الخير، شكرا لكم لهذه الاستضافة، يا ربي نكون دائما عند حسن ظنكم وظن مشاهديكم. شكرا جزيلا، يبارك فيكم. شكرا جزيلا. ابتداء نتكلم عن الترف. هو شنو الترف؟ الترف يعني أن نعيش الحياة برخاء كثرة نعم. الحياة المترفة يعني هي حياة الثراء. الشخص عفوا الشخص المترف هو الشخص اللي يقوم بإشباع حاجاته غير الضرورية، وإذا ما تعلم الشخص على إشباع حاجاته غير الضرورية راح يصاب بإدمان يدعى إدمان التسوق، وهذا الإدمان هو ورطة جديدة راح يصاب بها الإنسان. يعني مثل ما نعرف الدخل الشهري للفرد العراقي دخل محدود، فإذا ما كان الدخل محدود يجب أن تكون المخرجات أيضا محدودة، فإذا كان الدخل محدود والمخرجات محدودة صارت الحياة واقعية وطبيعية. يعني أنا أحتاج بالشهر مثلا لحياة طبيعية مثلا 700,000 دينار، وداخل لي 700,000 دينار، فاللي دخلني بيد اللي طبعا، فأنا راح أعيش حياتي بشكل طبيعي. لكن إذا ما بديت أنا أتجه لخارج القائمة اللي أنا أحتاجها، أنا رايح أشتري مثلا ب5,000 واشتريت ب20,000، هذا اسمه إدمان التسوق. إدمان التسوق هو إدمان سلوكي يتضمن يعني شراء قهري كوسيلة للشعور بالرضا. حتى بعض الناس يتجه للإدمان التسوق بسبب مثلا أكو مشكلة ذاتية، مشكلة نفسية، يتجه التسوق القهري حتى محاولة لملء فراغ عاطفي مثل الشعور بالوحدة، عدم السيطرة، عدم الثقة بالنفس. فأحيانا الترف يؤدي إلى إدمان التسوق. نعم. طيب أستاذ حسنين، الآن من خلال حديثكم وكأنما تشير إلى مسألة أنه هذا يعني الشراء الزائد عن الحاجة هو حالة نفسية حتى أعوض بها، لكن في بعض الأحيان نتساءل أنه شنو سبب ازدياد هذه الحالة؟ يعني لماذا السلوك الآن بدأ هذا الموضوع بدأ يزداد عند السيدات وعند الكثير، وخاصة نشاهد مواقع التواصل بها الكثير من يعني المواقع اللي بدأت تبيع ويعني تروج لبضائعها على مواقع التواصل، ونشاهد الكثير بدا حتى يطلب يعني مستذلا عن طريق التوصيل. اذا كنت اني ما اقدر انه اذهب واتسوق فممكن انه اني اوصي، فاني متعه التسوق هي ما موجوده ولكن هذه الرغبه المتزايده بالشراء. اذا من خلال كلامك، هل فعلا هو فقط هو مساله نفسيه ام هو سلوك انا اعتاديته، او شفت زملائي او صديقاتي دا يشترون واني يعني اندمجت بهذا السلوك، اقدر اسيطر عليه على هذا الموضوع لو ما اقدر اسيطر عليه؟ هو الموضوع صراحة بأكثر من رافد لهذا المنتج، أكثر من سبب لهذا الخلل. يعني أولا هو من الممكن يكون الشعور بالحرمان، هو راح يكون على رأس سلوك الشراء اللا إرادي، من يشعر الإنسان بحرمان أو ما عنده، وبشكل مفاجئ يكون عنده البحبوحة البسيطة اللي يجي رأس الشهر الراتب، يروح ينفجر على مركز التسوق حتى، وهذا يسبب له بالأخير خلل مالي في منتصف أو نهاية الشهر. أيضا أحيانا سبب آخر هو هروب من مشكلة. يعني بعض الناس من تكون عنده مشكلة، سواء مشكلة اجتماعية، مشكلة نفسية، قلق، غضب، من الممكن يفرغ هذا المشكلة النفسية باتجاه اللجوء الى فعل الشراء اللا ارادي. هنا أنا راح ينطي شعور للشخص، احساس قد يكون هو احساس وهمي، احساس بانه يمتلك خيوط السيطره من جديد على الغضب او القلق. احيانا
يعني هذا الموضوع يكون حاجة الشخص إلى ما يبعده عن التفكير بأمور تسبب له الضيق. الرغبة بالبحث عن المخاطر. بعض الناس ما يحبون يعيشون حياتهم بشكل سلس وطبيعي، يبحثون عن الأكشن بحياتهم. فإذا حاول يصرف راح يعاني في نهاية الشهر إلى الضيق والقلق. فهذا المخاطر والقلق والمغامرة هو واحد من الأسباب. وكو سبب يعاني من عند بعض الأخوات بعض النساء، هو تكون عينها على أختها، عينها على صديقتها. وهذه مشكلة، إنهم تكون عينها شو اشترت فلانة، تكون أنا أصير مثلها وأحسن، شنو يفرق أو تفرق هي عني؟ صحيح. إذا بدأت تفكر، أو أحيانا حتى عند الرجال يكون هذا قميص، هذه ساعة حلوة، هذا ملبس حلو، يوم طلعة حلوة، سفرة حلوة، فلان راح تركيا، وخصوصا إنه هسه مثلا أريد أسافر، تجي السفرة مثلا بالتقصير سهلة، أو هي أنت تشوفها سهلة، بس بالواقع أنه هو متراكم عليك مالي، بالإضافة لاحتياجات الأكل، احتياجات الأقساط، باقي الأمور الحياة، راح تسبب لك خنق لحياتك. أيضا بعض الملابس، بعض الأشياء، هذا كله يسبب لك ورطة. يعني أستاذ حسنين، اليوم ذكرت يعني من أحد أسباب اليوم الترف العصري الذي يؤدي بالتالي إلى زعزعة الكيان الاقتصادي للأسرة هو الغيرة. أيضا إذا توافقنا بالرأي، وذكرت سوزان هذا المحور، اليوم دور المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي إلها فد دور كبير جدا في مسألة الترف. يعني اليوم أثناء مثلا نقلب على مواقع صفحات التواصل الاجتماعي، يعني حددت موضوع مهم جدا، مو فقط النساء، يعني حتى الرجال اليوم عندهم هوس بالشراء، يعني من خلال شراء الساعات أو الأحذية أو التراكات اللي تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب اليوم احنا كيف نستطيع أن نقلل هذا الإدمان وهذا الهوس من الشراء، وبالتالي هذا الشيء راح يؤدي إلى مثل ما نقول الكيان الاقتصادي للأسرة تنهار. وانت ذكرت اليوم أكثر العوائل العراقية دخلها محدود، يعني فكيف نستطيع التغلب والسيطرة عن هذا الإدمان؟ تفضل. نعم، ابتداء ذكرتي موضوع مواقع التواصل الاجتماعي. الحياة الآن في 2023، في هذه الألفية، حياة سريعة جدا. لو ننظر الموضوع، أنتوا الموضوع حلو مسميه الترف العصري، يعني الترف الآن يختلف عن الترف سابقا. صحيح. يعني سابقا، يعني لو نتخيل نفسنا هسه احنا مثلا ب 1960 1970، كيف شكل الترف؟ ممكن تكون ساعة حلوة، ممكن ملابس حلوة، ممكن عربة ربل، هذا الفتشي حلو، خلاص انتهى الموضوع. لكن في 2023، بعصر السرعة، دخول السوق للمنزل، كان صحيح. الإنسان يروح يصرف، من يريد يصرف يروح للسوق، هسه السوق يجاك للبيت، يجاك بالموبايل، هنا راح يسبب لك سهولة بالشراء. يعني هذه النقلة النوعية بالحياة التكنولوجية. يعني احنا لو نشوف النقله شلون صارت، يعني قبل كنا احنا نصعد على الدرج، هسه الدرج قام يصعد بينا، درج الكهربائي والمصعد. شوف، كان القلم عن طريق المحبره وكذا، هسه صار المحبره بنص القلم. اكو نقله سريعه بالحياه. هذه النقله كنا احنا نروح للسوق، حتى المخضر، حتى كل شيء، كنا احنا نروح، قام السوق يجينا للبيت. نعم. طيب والحل أستاذ؟ الحل يعني الآن أنت تتحدث عن مسألة، ممكن أنه نضع بعض الحلول، نقول أنه إحنا ما نذهب للسوق، هذه واحدة من الحلول اللي ممكن نطرحها، أنه أنا ما أذهب للسوق، أو إذا يعني أتوجه للتسوق أخلي بمحفظتي مبلغ معين محدد، بحيث أنه حتى لو أشوف بعض أشياء ما أشتريها. هنا على شنو راح أشتغل إذا هو مثل ما تقول هو التسوق وصل للمنزل؟ عفوا، بس بالاخير ما فهمت، ما سمعت السؤال. هو انه طرق المعالجه لهذا الموضوع، احنا في واحده من الطرق اللي بيناتنا السيدات نتناقش بهذا الموضوع، انه اقول انا اليوم ما اطلع للسوق حتى ما اشوف اشياء واشتريها، او واحده من الحلول اللي احنا نستخدمها انه اخلي بمحفظتي مبلغ محدد حتى من اشوف اشياء، حتى لو اريد اشتريها ما اشتريها باعتبار ما عندي هذا المبلغ. شنو اسوي لما انا يعني ذكرى زميلتي انه مواقع التواصل اللي انت ذكرت انه وصل بالمنزل داخل المنزل، شلون اسيطر على هذا الموضوع؟ ت
تمام. بداية إذا عرفت سبب بطل العجب. إذا عرفنا أنه شنو السبب اللي أدى إلى الإدمان، ليش أنا يعني إذا أدمن لأنه مثلا أنا عندي غضب وقلق وراح أروح أشتري، أنا الموضوع ما له علاقة بالشراء والفلوس اللي بجيبي، الموضوع له علاقة بالغضب، ما تكون أنا عالج الغضب. فالمواجهة أولا الإرادة، والمواجهة هي راح تحسب الأمر. يعني أنا إذا كنت أنا عندي غضب بداخلي من موضوع معين، أنا اليوم متعارك وعندي خلل ويا الموظف ويا مدير ويا كذا، وراح أروح أفرغ الغضب بالشراء. حتى لو كان جيبي 1000 أو 100 ألف، أنا راح أصرفهم بنفس الطريقة لأن أنا أحس براحة كأنه إدمان. هذا أولا. ثانيا قلنا إحنا حكينا عن التطور العصري، حتى الفلوس صارت عن طريق البطاقة الائتمان بجيبي بالماستر كارد. صح. فببساطة وأنا ممدد ببيت بدون وجع قلب، قبل بوجع قلب ممكن أحسب ورقة 2 10 ورقات وأطين وأحس وأفكر به. حتى وأنت ممدد ببيتك من الممكن أن ترسل إيش قد سعر المادة، أطي رقم البطاقة الائتمان مالتي وأشتري. إذا تعلمنا أنه ما نشتري عن طريق بطاقة الائتمان، خلي أروح أنا أشتري الحاجات اللي أحتاجها وفق الورقة اللي عندي. بشرحنا بداية الشهر كن نكتب إحنا شنو احتياجاتنا. عندي مثلا راح أعزل 100 ألف راح أشتري بيها فلان موضوع. نعم. هاي 100 ألف إذا صارت 110 10 أخذتها من غير مكان. أيضا يعني أكون نصائح من المحيط، مرات زوجي زوجتي كذا صديقي، أحيانا نصائح ينصحنا أو أهل، كون أنا أستمع لهم. وأكو موضوع مهم حضرتك طرحتي، أنه لا تستوي إلا للضرورة، لا تطلع تشتري إلا للضرورة، لأنه مجرد دخولك للسوبر ماركت أو للأسواق الموضوع مغري، أو ممكن حتى بالفيسبوك طريقة الإعلان المثير المغري راح يجبرك أن تشتري حتى الأشياء اللي أنت ما محتاجها أو الأشياء اللي عندك بالبيت. صحيح. أنا أعتقد من وجهة نظري هذه بعض الأمور اللي ممكن تساعدنا على الحد والتخلص، الحد من الإدمان. نعم أحسنتم. إذن كل هذه الأمور اليوم تتوقف على عاتق الزوج والزوجة اللي هم أصل الأسرة. يعني للأسف الشديد إحنا إذا صار عندنا إدمان بالصرف والشراء، هذا الشيء أيضا راح ينعكس للأسف على أولادنا، وبالتالي راح بالمستقبل يتأذون من هذا الشيء، ما يستطيعون الادخار، راح يصير عندهم وهاهس بالتسوق. حتى لا سامح الله اليوم أنا عندي أستطيع الصرف على أولادي وعلى أطفالي وأوفر لهم فت حياة هاني أو حياة آمنة، لكن أنا ما ضامن المستقبل. فالطفل ما يعرف هذا الشيء، يريد دائما هو نفس اللي وفروه أهله يريده دائما على كل مراحل عمره. فيجب أن يكون هناك عندنا ميزانية حتى الطفل مثل ما نقول يتلائم مع جميع الظروف اللي تمر أو يمر بها العائلة. نعم. عفوا، موضوع الأطفال، الطفل يتعلم بالتقليد لا بالتلقين. نعم. الطفل يتعلم بالتقليد، فإذا كان سلوكك أنت باذخ من الأسلوب أنه تصرف بدون وجع قلب، تتبع قانون الأصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، إذا اتبعت هذا القانون وتعاملت بهاي الطريقة بالتأكيد راح يتعلم ابنك هذا سلوكك، وراح يكون ابنك راح سلوكه باذخ، ما راح يهتم بحاجاته، راح يعرف انه راح اصرف ما في الجيب وياتيك ما في الغيب. شلون راح ياتيك ما في الغيب اذا انت ما عندك الخطه المرسومه لنهايه الشهر؟ فراح ما راح تعلم ابنك شلون يدخر او يتعامل بالفلوس على اقل تقدير او بحاجياته، ما راح يهتم حاجاته. اليوم بنطلوني ضاع او انشق بنطلوني او صار خلل بقلمي، بابا راح يجيب لي قلم. ما راح تكون اكو لذه واهميه للاشياء البيده على اعتبار أكو من راح يجيبي، ما راح تعلم ابنك على هذا الموضوع. كل حديثكم أستاذ حسنين طيب ومفيد، ولكن مثل ما أنا تنبهت إلى موضوع جدا مهم من خلال حديثك، وأعتقد هو حل لكل هذه المشكلة. ذكرت أنه هذه المسألة أو مشكلتها هي أساسا أنه هو عبارة عن سلوك مو هو السبب، فأنا أروح أنخلي أعالج السبب إذا كان عندي نقص ثقة، إذا كان عندي غضب، إذا كان عندي فراغ، فأشغل هذه الأمور وأحسن وأصحح المشاكل اللي موجودة عندي، فبالتالي هذا السلوك اللي هو الشراء الزائد أنا ما راح أوقع به. حقيقة جدا مهمة هذه المعلومة، وإن شاء الله تكون أيضا وصلت للجميع. الأستاذ حسنيان علي مدرب مهارات التفكير والتواصل، شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات اللي تفضلت بها. موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا.
إذا حقيقة جميلة هذه المواضيع، ومثل ما ذكرت قبل قليل وضع أيدي على تقريبا المشكلة اللي ممكن تصير وياي نعم وتصير ويا صحيح صديقاتي. يعني اليوم هذا الترف العصري يعني نعم. آفة يعني احنا قبل مثلا لما نشتري فد تخم وماعين هذا نظل بي مثلا على مدار سنة وسنتين حسب قابليته، هسه لا اليوم حتى لو ما بيشي حتى في شهر رمضان الماعين شكل، شهر شعبان الماعين شكل، يعني هذا الشيء يؤدي إلى تهديد وهدم الكيان صحيح. الاقتصادي للأسرة، وبالتالي ما راح يستطيعون توفير المستقبل الآمن لأولادهم. صحيح. ممكن في البداية يعني مثل ما ذكر قبل قليل، قبل احنا ترى ذا نحكي واقعيا احنا ما كانت عندنا هذه الإمكانية، ما كانت عندنا هذه الرواتب والبذخ، كنا في فترة حصار، فمثل ما ذكر قبل قليل واحدة من الأسباب انه الإنسان ما كان يعني متشبع بهذه المواضيع وما كان متمتع بهذه الأمور، لكن اعتقد اخذنا وقت كلش كافي، الآن اصبحنا كل احنا صار عندنا هذا الوعي. سوزان يعني حتى قبل الحصار يعني كانوا أمهاتنا يدبرون يعني ما يبذخون بالنسبة لشراء الملابس، الأطباق، شراء الأشياء للمطبخ، ما عندهم فد تبذير وفد بذخ بهذا الشيء. اليوم كانت عندهم قناعة يعني أصبح الشيء حتى الما عنده والما عندها يعني تجبر للأسف زوجها بأن تكون يعني هي مرتقية بمستوى صديقاتها وجيرانها بأن تقتني الأطباق الفاخرة والأطباق اللي تتلائم مع احتياجاتها. فإحنا نتمنى أن يكون إن شاء الله هناك تعاون بين الزوج والزوجة لتأمين المستقبل لهم والأولاد. أحسنتم. إذا إن شاء الله يكون حديثنا مثل ما ذكرنا قبل قليل مهم لجميع السيدات، وإن شاء الله الصحة، السلامة، الأمان، الاستقرار، كل هذه الأمور إن شاء الله تتوفر في منازلنا، هي هذه أهم كنز ممكن أنه نوفره في منازلنا حتى نشعر بالراحة والاستقرار.